رفش بيد وشجيرة باليد الأخرى، هكذا أحيا شباب ولاية الوادي سهراتهم الرمضانية. حملة التشجير رانا ابتديناها من قبل رمضان ومازال راح نكملوا فيها، بادرة هذه رانا دايرينها كون عونا، ازرع شجرة تربح صدقة جارية. مبادرة ساهم فيها أطفال الحي غرسا وعناية، وسميت كل شجيرة باسم أحدهم حتى يحافظ عليها ويحميها إلى أن تكبر ويشتد عودها. كل واحد عطاه شجرة باسمه، قال لك كل واحد هاي شجرة تاعك، عاش كل يوم هنا متجمعين هنا في الحي، وهذا يسقي في شجرة تاعه. نشكو من الذر هذموني رمي كسروا ورمي فسدوا ورمي كذا، لازمتها هم اللي يخدموا، هم القدوة تاع المجتمع هذموني، هم الجيل الجديد، هم معناها اللي باش نلقوهم هنا. وتستمر حملة التشجير التي أطلقتها جمعية التنمية والترقية الاجتماعية إلى غاية غرس 1000 فسيلة. اخترنا احنا كمجموعة، كنا انطلقنا مبادرة تاع غرس 1000 شجرة على مستوى بلدية الواد. هذه المبادرة ستمس بإذن الله إن شاء الله العديد من المؤسسات التربوية والمساحات الخضراء. دائما نشرط الحاجة الوحيدة لولا تكون متوفرة فيها الماء. وتهدف هذه المبادرة الرمضانية إلى غرس أكبر عدد ممكن من الأشجار في المساحات المخصصة لها داخل النسيج العمراني، لتعطي منظرا جميلا وظلا ظليلا وهواء عليلا.